نعم يمكن اعتباره موسم للهجرة غير النظامية غير الشرعية بغض النظر عن المصطلحات المستعملة لأسباب عديدة. أهم سبب يعود بالأساس إلى سبب المناخ، نظرا لأنه الهجرة غير الشرعية تقتضي مهارات، ومن بين المهارات والمعارف هي العلاقة بالبحر، ويعني السواحل المتوسطية تميل إلى الهدوء النسبي خلال هذه الأشهر. لذلك يعني كل الأحصائيات تبين بقطع نظر تراجع الأحصائيات أو ارتفاعها من سنة إلى أخرى أنه تقريبا الأشهر التي ذكرتها هي أشهر الذروة، ولكن للأسف الذروة قاتلة خصوصا في ذل العام الآخر. هو يعني في السنوات الأخيرة شفنا يعني مناطق تشهد ما نسميه الراحة البيولوجية، الراحة البيولوجية اللي فيه أسطول الصيد البحري للأسف لأسباب عديدة يجد نفسه عاطل عن العمل، وهذا مما يحدث ويلحق أزمة مالية حادة بقطاع الصيد البحري، إلى جانب أن تراجع الثروة السمكية مما يدفع بصغار البحاريين في ظل أزمة القطاع البحري. وهذا يعني تم إثبات الفرضية من خلال دراسات دولية أنه الصيد البحري لما يصبح قطاع خاسر أساساً لصغار ومتوسطي البحارين مباشرة، فإنه العديد من هؤلاء يقبلون بين قوسين للبيع أو للتواطؤ باسم سرقة المراكب إلى غير ذلك. ولكن أيضاً علينا أن نسعى إلى بيان أن هذا المناخ المناسب يقع استثماره، فالمناخ هو مناخ محايد، يعني لما تكون عاصفة أو تكون منطقة هادئة لا معنى لها إلا إذا فكر الناس في الاستثمار الأمثل لهذا الموسم. ملامح المهاجر السري التقليدي ملامح استقرت تقريبا لمدة عقدين. كي نشوفوا البريمو ميغرو ما نسمى المهاجرين السريين الأول أو الأوائل الذين تم دراستهم على مدى عقدين، نجدهم أولا شبان ذكور مستوى التعليمي تقريبا يعني مستوى تعليمي محدود جدا، ثالثا يهاجرون يعني بشكل منفرد سوليتير، وينتمون إلى أوساط اجتماعية محدودة الدخل. الآن يعني ونحن في العقد الثالث، لأنه يعني الآن نحن في العقد الثالث من تاريخ الهجرة غير الشرعية، وأساسا بعد الثورة تغيرت ملامح المهاجرين غير الشرعيين كما يلي تقريبا. أولا فيه توسع في الفئة العمرية، في توسع في الفئة العمرية، سجلت حالات متنامية من الكهول، وسجلت حالات متناوية من الأطفال، وهؤلاء الشبان لم يعد جنسهم يعني بالضرورة هم ذكور. هناك تأنيث متواصل، كانت قبل عنده إني في فيمينيزاسيون ليجير تقريبا 1.02 كذا كذا من على مجموع المهاجرين هذايا في 2005-2006. الآن نرصد أكثر من أي وقت مضى حضور لافت للفتيات. العامل الثاني اللي هو يتعلق بالمستوى التعليمي، نظراً لانعكاس ظاهرة الشباب العاطل أو المعطل على العمل، معناها الشباب الحاصل على شهادة عليا، هؤلاء أصبحوا للأسف أي جزء من الخزان الستوك ميغراتوار. الأمر الآخر هو كانت عندنا هجرة فردية، الآن هجرة جماعية. كانت قبل هجرة فردية ولكن تستند إلى شبكة من علاقات الزمالة
علاقات الجوار، الفوزيناج يلعب دور كبير ياسر، علاقات القرابة. الآن يعني عائلات تهاجر، يعني نلقوا زوج وزوجة كوبل معهم أطفال، أو الأم معها أطفال، أو الأب معها أطفاله، وهذا أيضا أمر محير. وأخيرا الانتماء الاجتماعي، ما عادش الهجرة فقط تعني الطبقات الشعبية يعني المسحوقة، لا، سجلت أيضا توسع في الخارطة الطبقية للمهاجرين. دلالة عميقة أنه المهاجر السري أصبح بالقوة بوتنسيالمون هو أي مواطن تونسي، يعني خريطة التوقع البريفيزيون تتسع إلى حد أنه وكأن كلنا مرشحون للهجرة بدون استثناء، يعني بما فيها بأشكال مختلفة. أنت تشوف يعني أساتذة التعليم العالي راغبون في الهجرة، الأطباء يهاجروا لكندا، أنت الآن هناك تحكيم أرقام قياسية إلى غيرك، بما فيها يعني عميد إحدى الكليات هاجر. فهذا هو الخطر، أنه ما عادش الخسان الهجري محصور على فئات أو خريطة أو جنس، يعني تم جندرة الهجرة، توسيع أكثر ما يمكن على الفئات العمرية، اكتساح لجميع الطبقات، يعني لما نتحدث يعني بدرجة متفاوتة. فهذا الخطر، يعني حتى أنت لما تريد أن تصوغ سياسات مكافحة الهجرة وتقول هذه لابوبيلاسيون اي سيبلي، يصبح عسير على السياسات العمومية أنها تفكر في سياسات تتطابق مع ملامة معينة متاع فئات. الهجرة غير النظامية لها أسباب ودوافع، وهنا يمكن أن نمزج بين المقاربتين. المقاربة اللي تحكي عليها هي مقاربة سببية، تفسر الهجرة غير النظامية بأسباب اقتصادي اجتماعي، اللي هي تقريبا عجز سوق العمل في منوال تنموي معين عن الاستجابة إلى طلبات الشغل. فلا يمكن أن نغفل هذه السببية الاقتصادية الاجتماعية، ولكن كما قلت وحدها غير قادرة، لأنه الذين يقبلون على هذه المغامرة للأسف، وهي مقامرة بالحياة كما يقول الشباب، يعني نلعبها حمرة كحلة. فلما تصبح الحياة مقامرة، هنا نتحول إلى سجل ثقافي وجودي لا علاقة له بالسببية الاقتصادية، لأنه هذا المناخ يعاش وجودياً بتمثلات، بأفكار، بصور عن حياتك. الآن شبابنا كما قلت، وهذا مش معناه فقط معناه اللغة الخشبية، يفتقد إلى الحلم. الحلم ما تنجمش، يعني ممكن يعني أنك أنت تستطيع أن تقوم بتغيير الناس، ولكن دون أن تغير لهم أحلام. الآن يعني كيف يمكن أن تصبح أن نغذي لفابريك ماكينة الأحلام لدينا كما عملنا ماكينة التهميش؟ علاش عجزنا أن تصبح لنا فابريك، سكونابل لفابريك دي ريف.